يا صباح الفل والورد والياسمين على كل الناس الحلوه، اخباركم ايه؟ يا رب نكون كلنا بخير. النهارده هنعمل كيك عاديه خالص اللي بتتعمل في كل بيت بمكوناتنا البسيطه السهله. بس الفكره النهارده ان احنا هنزوق الكيكه دي، مش لازم نعمل تورته اللي هي او الكيك الاسبونج اللي هو بتسع بيضات وعشر بيضات، لا احنا ممكن نعمل كيك عاديه جدا بالاربع بيضات والمكونات العاديه بتاعتنا جدا، ونزينها احلى تزيين وتبقى تورتايه جميله جدا. فهنعمل حاجه بسيطه قوي مع بعض، مش هتبقى يعني بالنسبه لاي ست بيت ان هي تبقى صعبه. انا قبل كده احنا قدمنا الكيك البني ماشي، وهيبقى معايا كيك بني دلوقتي برضو هنزوقه مع بعض، بس انا ما عملتش معاكم قبل كده الكيك الفانيليا الابيض، فهنحبين نعمله مع بعض. عندي هنا كوبايه سكر، بصوا هقول لكم بس المقادير بالظبط عشان تطلع منك مظبوطه. بصوا انت هتجيبي طقم مجات مثلا، يعني انت عندك مثلا ست مجات شبه بعض، اربع مجات شبه بعض، المهم ان المجات كلها تبقى حجم واحد. تمام، ادي الحجم ده عندي، ادي كوبايه سكر، هو نفس المج انا معايا بيه كوبايتين دقيق. تمام، هو نفسه حط فيه نص كوبايه زيت. تمام، خليكي بنفس المقادير بنفس المجات هتطلع معاكي احسن. هنا عندي اربع بيضات ماشي، ويستحسن ان انت تفتحيهم في طبق قبل ما تحطيهم على الحاجه، عشان خاطر احيانا بيبقى فيهم سائل دموي كده واحيانا بيبقوا بايظين. يعني عندي هنا فانيليا طبعا، بس احنا هناخد منها مش هناخد الكميه دي كلها طبعا، لاني خدي بالك الفانيليا لما بتكتر بتمرر. وهنا عندي كيس باودر مش هنفتحه الا ساعه الاستخدام عشان ما ياخدش هواء. الفانيليا خدوا بالكم دي سايبه، لو انت لسه مبتدئه وما بتعرفيش تستخدمي الفانيليا السايبه اللي هي السائل او البودره، هاتي اللي هي الكياس العاديه جدا. هتحطي على لكل كيكه هتحطي باكوين بس من هما الظرف الفانيليا الصغيرين قوي. هنجيب الكبه بتاعتنا وهننزل بالسكر. تمام، والزيت والبيض. بصوا بقى انت ممكن تحطي كوبايه زبادي، ممكن تحطي بس احنا كيكه الزبادي دي هنخليها في فيديو لوحدها عشان ليها تكنيك خاص كده. ممكن تحطي كوبايه لبن، ممكن تحطي كوبايه ميه. انا بصوا الكوبايه اللي كان فيها السكر انا هحط فيها كوبايه ميه اهي. بصوا بدل كوبايه اللبن، برضو انا مش عايزه اكلف ست البيت. عموما بالمناسبه دي التورتايه الحلوه اللي انا بعملها دي النهارده لواحده صاحبتي مسيحيه، كل سنه وكل الاطباق مصر وفي العالم كله كلهم بخير وبسعاده وهنا، يا رب يكون عيد سعيد عليكم جدا. فاصحابي بيستغلوني في المناسبات بتاعتهم، تورت بقى وديك رومي بقى وحاجات كتير هنضربها واجي لكم. تمام، رجعت لكم تاني ماشي بعد ما ضربنا الخليط. على فكره معلش انا نسيت احط معاكم الفانيليا، انا حطيت بالظبط كده نص المعلقه، نص معلقه مليانه اهو، تحطيها على البيض وانت تضربيه. تمام، هنا هنزل بالدقيق كوبايتين اهو. تمام، وهنزل بالبودر اهو، تقلبي المكونات بتاعتك كده. بعد كده انزل بالخليط بتاعي اهو، مشكلتي ان انا بس شوله فما بعرفش اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، تضربي كده خمس دقايق لغايه ما كله اهو. اتبعي المقادير بنفس الكوبايات ان هي تبقى كلها مقاس واحد، صدقيني هتفرق معاكي. بصوا في ناس يعني انا في طريقة كيك على فكرة عاملاها، مش كل البودر على فكرة بيتحط على الدقيق عشان تكونوا عارفين، في انواع كيك بيتحط على الخليط عشان في انواع من انواع الكيك بتبقى مش سميكة ماشي، هي ليها اسامي كتير جدا. انا عامة ما بحبش المسميات في الاكل على فكرة اهو، لان احنا زمان ايام اهالينا كده كنا بنعمل، اهم حاجة تقلبيها بس كويس حلو جدا. زمان
ايام ستي وستك كده ما كانش ايه في حاجة اسمها مسميات، والاكل اللي كنا بنعمله زمان في حلويات كتير جدا. بصي اهم حاجة يكون جنبك حاجة كده عشان ايه يبقى فيها المكان بتاعك نظيف. ما كانش فيه المسميات بصراحة اللي هي موجودة دلوقتي زي البان كيك ومعرفش ترافل ايه الحاجات دي، اصلا كانت موجودة زمان من غير مسميات اصلا يعني. اهو الصينية بتاعتي مدهونة زيت او سمنة، وبتبطنيها بدقيق ابيض. هتعمليها بني، هتدقيق، هتبطنيها بكاكاو. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب معلقة، نجيب معلقة بس نمثل ايه ان شاء الله تطلع زي الفل. نسيبها تبرد تماما، وبعد كده نزوقها تزيين عادي جدا وبسيط وسهل جدا، ينفع معاكي من غير اي مشاكل كده يعني. ايه ما تبقيش داخله متقدره ومتضايقه ان انت هتعملي تورته لاولادك، عشان فعلا في ناس بتتضايق من الحاجات الكتير والحاجات المكلكعه. تقول لك انا لسه هعمل تورتايه وامسك معرفش الكيس اللي هو بتاع الحلويات ده واعمل معرفش ايه، احنا هنعملها كده ايه هنبوظ الدنيا خالص النهارده. تمام، هنحطها في الفرن طبعا على نار متوسطه، وكل واحده حسب الفرن بتاعها، عشان بس ما نقولش انا مش هقول لك 180 ولا 250 ولا الكلام الفاضي ده. كل واحده حسب استخدام الفرن بتاعتك ايه. اولا الكيك بيستوي على نار هاديه جدا، اهم حاجه تكوني مسخنه الفرن حلو جدا، وبعد كده قبل ما تدخليها تقومي مهديه الفرن. ارجع لكم تاني بقى بعد ما تبرد خالص ان شاء الله تطلع ونشوف هنعمل فيها ايه. بصوا رجعت لكم تاني بعد ما الكيكه بتاعتي بردت خالص. كل اللي انا عملته ان انا قسمتها نصين. بصوا الطبقه لازم تبقى طبقه سميكه كده، في طبعا الكريمه انا ضربها بميه، احنا مش عايزين تكلفه، والكيك زي ما احنا قلنا ضربينه بميه، لو انت عايزه تحطي لبن تمام مفيش مشكله. هو عموما اصلا زي ما قلت لكم الكيك ده لاصحابنا حبايبنا المسيحيين، واحده جارتي صاحبتي، بس برضو انا مش عايزه اكلفها، فقلت لها ان احنا هنعمل بابسط التكاليف. هنجيب الوش التاني، بسم الله الرحمن الرحيم، نقوم حاطينه كده اهو. تمام، ما بحبش الدهوله خالص. بصوا بس مضطرين ان احنا ندهول النهارده، ايه احنا هنعك جامد على فكره. خدوا بالكم انا ماليش في الحلويات قوي، ماليش في الحلويات قوي، وعلى فكره مش عيب ان انا اقول كده. على فكرة في أكبر الفنادق والمطاعم والمحلات بتاعة الأكل الشيفات اللي فيها جوه مش كله بيعرف يعمل أكل وحلويات. طبعا في ناس بتبقى متخصصة حلويات شرقي، متخصصة حلويات غربي، في بيبقوا التخصص الاتنين الأكل لوحده خالص، وفي ناس ما شاء الله عليها بتبقى شطورة في كل حاجة، فبتبقى إيوان يعني شاملة إيه كل حاجة. فإحنا النهاردة بنعمل تورتاية عادية جدا لست البيت، اللي هي وانت قاعدة كده ولادك عايزين تورتاية فتقومي تعمليها، عشان محدش بس يتريق ويقول ايه البت العكاكة اللي بتعمله ده، عشان طبعا في ناس اساتذة بعد بيشوف حاجات جميلة جدا فعلا على النت والناس بتعملها وفي البيت. وانا اعرف اصحابي على فكرة ما شاء الله الله اكبر عليهم اساتذة، يعني ما تشوفي التورتاية بتاعتهم تقولي دي جاية من اكبر محلات في البلد يعني، حاجات كده واو يعني. لكن دي كيكة عادية خالص وهنزوقها للأطفال بس، عشان ايه محدش يقولي دي قالت عليها تورتاية، مش دعوة نو اخليت سبيل يا جماعة. يال اهو بنجبسها، يال اهو. ممكن تعملي الحركة اللي انا بعملها دي بالسكينة على فكرة، اصلا مش لازم يعني الحنتفة، عشان احنا كده كده اصلا هندريها بالكريمة يعني مش هتفرق. على فكرة يستحسن يعني لكل تورتاية او لكل كيكاية، بلاش تورتاية، ربع كيلو كريمة عشان تطلع معاكي مظبوطة ومليانة كريمة. يعني ايه اصرفي في الكريمة شوية، هو ربع تقريبا ب25، وفي ربع عامل 20 بس مش عارفة يعني، انا مرة بجيبه ب20 ومرة بجيبه ب25، معرفش بقى حسب نوعه وحسب المكان معرفش. اهو بس لو حسبتيها هتلاقي تكلفتها بسيطة، هتحتاجي حاجات كتير بسيطة من بره يعني. انا
قلت لصاحبتي ما تجيبيش لا فورماسيل ولا اي حاجه خالص، احنا هنكتفي بس بال بكريمه اهو. لا والنهارده هزوق لكم بحاجات هبله خالص. بصوا اتفرجوا معايا، علبه كاتشب فضي ترميها مش حرام؟ يلا معلش الفيديو ده هيبقى طويل شويه. بصوا جبسناها اهي، تخيلي مفيش اي اهو، يلا مكلفينها كريمه اهي. بصوا هي كيكه كريمه يعني، هاتي كيكه عاديه جدا والله لو بايظه يعني، حتى لو باظت منك على فكره صدقيني لو حطيتي عليها كريمه وشوكولاته العيال هياكلوها. لا خلي موضوع المناديل ده في الاخر، انا حاطه شوكولاته تتسيح على النار. هنعمل ايه بقى؟ بصوا القمع بتاع ستي ده زمان، ده قمع بلح الشام، ده انا هعمل لكم فيديو ببلح الشام بالقمع ده ملوش حل، ما بستخدمش. بصوا وهعمل فيديو بوتي فور لان انا صورت قبل كده البوتي فور ومتسجلش، احنا عاملين الغريبه والكحك والحاجات دي. شايفين القمع ده؟ القمع مش عارفه 7 جنيه ولا 8 جنيه حاجه زي كده، في منه ستانلس وفي منه المعدن ده. جيب كيس بلاستيك، خدوا بالكم اول مره جربوا في الكريم عشان لو باظ وما ينفعش محدش يقول لي ايه انت جاي تجربي فينا، فاحنا هنجربه لاول مره. بس طبعا انا بعمل بيه بلح الشام اهو، هنقطع البسبوسه دي اهو. بعمل بيه بلح الشام وبعمل بيه البيتي فور، ما بعملش البيتي فور الا ده. طبعا كله هيستغربوا ليه البيتي فور بتعمليه ازاي وبنعمل بايدينا كده لغايه ما صبعي يوجعني. عندي المكنه بس انا بحب ده، لان احنا انا من زمان بحب اعمل البتاع ده. بصوا اهو، على فكره في ناس كتير قوي بتجيب القمع ده وبتحبه جدا. نجيب بقى كريمه بيضه. بصوا انا اسمك كريمه على فكره، عامله بيضه وعامله بني بالكاكاو. تمام احنا هنجرب هنشوف الكيس ده هينفع. انا ما عنديش كيس الحلواني ده بصراحه اتقطع، هنجرب حتى حته صغننه صغننه صغننه. هنكبس كده بس الاول عشان تدخل، ان شاء الله يا رب ما تكسفينا يا رب، عشان انا ايه القمع ده يعني بصراحه اختراع. هنوقف الدنيا اهو، ممكن تعمليه على فكره انا بس عشان الشرشره دي يعني ايه، عشان اطلع التورتايه النهارده ايه بنت ناس شويه. شكلها والله العظيم بت فنانه. وربنا طلعت ايه، ما توقعتش وربنا ما توقعت اهو، عشان انا اول مره استخدمه فانا بصراحه كنت مقلقه منه. عامه انا عشان كده معاكم بعمل الاشكال دي، انا مش بعمل، انا بحط كده واحط الشوكولاته ويلا ناكل. بس انا حابه اعمل لك ايه شكل يا بطوطه بتاعت البيت. لا القمع ما نستخسرش بقى، نحط كريمه بقى طالما الموضوع مشي. اي اختراع على فكره اخترعي يعني، طول ما انت قاعده كده اخترعي ما توقفيش نفسك. اه والله ممكن تجيبي القمع لوحده في مع صغيره تتباع كده لوحدها، وتستخدمي الكيس البلاستيك. الكيس التاني على فكره اللي هو بتاع الحلويات ده مش بيعيش على فكره اهو. نفرغ الهوا بس. والله يا جماله توقعت عشان انت هتنصفني تعمل الحركه الكامده بتاعتك دي. يو قطع. بصوا والله العظيم انتوا حسدتوه، مش مشكله هنغير الكيس. عارفين ليه الكيس اتقطع؟ عشان انا عملت عشان انا فتحت الكيس قوي اول مره بقى اجربه. ف على فكره ممكن تكمليه بصبعك اهو. على فكره انا بستخدمه كده، انا بستخدمه بايدي اصلا من غير كيس، مش في الكريمه لان انا اول مره استخدمه في الكريمه بصراحه. والله اسهل اهو اهو. يلا يلا يا بنت عكي يلا. ها
وربنا عسل يا خلاوي. نكمل بقى وربنا نكمل من غير كيس. ها بلا كيس بلا بتاع، انا طول عمري بعمله كده على فكره، بس احنا قلنا ان انا اول مره استخدمه بصراحه في الكريمه ما توقعتش ان هو هيديني النتيجه الهايله دي. بستخدمه في بلح الشام وفي البيتي فور يا جماله. بس شوف هو سهل قوي عشان الكريمه سهله، عارفين في البيتي فور مش عايزه اقول لكم بيوقف دراعي. يلا خلي بس الكريمه بتاعتك متماسكه شويه. على فكره انا عاملاها في ميه من الحنفيه ولا ميه متلجه ولا ميه مش عارف ايه. والله يا بنت خلود فنانه، مش حكايه فنانه، هو حكايه اني انا اتصرف، يعني انا مش عايزه اوقف الدنيا فاهمين. ما عنديش كيس اللي هو الحلواني ده اوقف الدنيا، ما اعملش تورتايه اهو. انا حابه بس ان انا افضل معاكم لغايه ما اخلصها، معلش هطول عليكم شويه بس عشان ايه. باينه باينه يا بنات، على الله حد يتريق على الفيديو ده. احنا قلنا في ناس اساتذه في التورت، طبعا انا ماليش علاقه بيهم خاص الناس دي. انا قلت ان انا قبل كده بجتهد في موضوع الحلويات ان انا اعمل حلويات لاولادي، لكن مش خبيره حلويات بصراحه، وبصراحه ماليش طولة بال. يعني انا اما بكون عايزه اكل تورته بقول لاخت جوزي تعملها. طبعا هي تسمع الفيديو دلوقتي تقول انت بتستغليني، لا هي بصراحه حاجتها حلوه وسريعه، تعمل حاجه سريعه وحاجتها جميله، يعني بتعمل الحاجه بسرعه جدا ما شاء الله، عشان ايديها ايه في الحلويات على طول، احنا كلنا بنستغلها بصراحه. فانا بصراحه بحب طعم التورته قوي من ايديها، يعني حتى لما نشتري تورته من بره او لا انا ما حسيتش بطعمها، انا بحب التورته من ايدك. وعلى فكره بتعملها برده مش بسبونش ولا دقيق جاهز ولا كده، بتعملها والله عاديه جدا، بس ايه هي خبيره فيها بصراحه، فبتعملها حلو جدا وسريعه جدا، يعني احلى حاجه ان هي سريعه جدا. قر عليها يا جمال وربنا عسل يا خلابي. لا انت تستاهل بقى، ان انا ايه اصلا كنت عايزه اجيب واحد كمان مش اجيب اتنين. بصوا يا خلابي نغسل ايدينا، خدوا بالكم عشان في تورتايه هنا، صحابي بيستغلوني خدوا بالكم. اصحابي بيستغلوني، حتى مش لاقي الفوطه اللي انا هنشف فيها ايدي، نجيب فوطه نضيفه وخلاص مش مشكله اهو. اهم حاجه ان احنا ننضف حوالينا بس بعد ما نخلص بقى. بصوا بقى انا مش جايبه فورماسيل ولا جايبه اي حاجه خالص، انا بسيح شوكولاته. بصوا علبه الكاتشب خلصت نرميها، لازمتكم نرميها، دي هعمل لكم بيها بس مش هقول لكم هنعمل بيها ايه، دي انا اصلا شايلها لحاجه معينه كده. هحط فيها الشوكولاته بس اهم حاجه الشوكولاته تكون سايله خالص علشان تطلع من البسبوس ده. انا هروح احط الشوكولاته وارجع لكم عشان كده انا طولت عليكم. رجعت لكم تاني بالاختراع الجامد ده، بصوا حطيت فيه شوكولاته سخنه، هنعمل ايه بقى؟ نعك بقى. يلا مش عايزه اقول لكم ان انا اول مره استخدمه برده، بس هو يعني ايه انا شغاله اتكتك وافكر انا ممكن استخدم ايه وانا ما عنديش. مثلا هنمسح بس السوائل اللي بره دي، على فكره الشوكولاته سخنه مش سخنه قوي، يعني المهم ان هي تبقى ايه سايله. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا هنعمل ايه بقى، نحط بقى في الايه انتوا واخدين بالكم انا بعمل ايه؟ عايزه احط في الفراغات، هبقرب لكم الكاميرا على فكره، مش عايزين نداري اللون الابيض عشان احنا هنعمل واحده بني دلوقتي. يلا يلا لياتشي لياتشي يلا حبايبنا يستحملونا. بصي بقى عايزين نعمل ايه هنا في الجنب كده
عشان احنا ما حطيناش حاجه في الكامب، وانا مش عايزين نستخدم فور ماسل. بصوا او خدوا بالكم الحاجات اللي بتنزل على الصينيه دي هتتلحس، يعني هتتاكل هتتاكل، محدش فيش حاجه بتترمي على فكره. وانت لو حسيتي ان السوائل اللي نزلت منك كتير ممكن تنقلي التورتيه بعد ما تبرد طبعا تماما وتجمد، تقومي حاطه. بصوا مش عايزه اقول لكم، هي الفكره ان هي كلها معجونه شوكولاته. بصوا الله العظيم حاجه كده واو يا خلابي. مش مهم الشكل، كمان اخر حاجه فكروا فيها الشكل، اهم حاجه الطعم. ما انا دايما بيفرق معايا ريحه الشكل على فكره في اي حاجه، حتى لو الحاجه طعمها وحش، اهم حاجه طريقه التقشيم. بصوا بقى، بصوا بصوا بصوا، محبش انا العب كده. نركن الصندل بتاعتنا دي على جنب. على فكره انا خلصت التورتيه، نمسك الكيس ده عشان هنفضيه عشان هو اتقطع، وهنجيب التورتيه التانيه نظبط الامور. يلا افضل اقول لكم كل سنه وانتم طيبين يا اخواتنا العسلات الاقباط. لا اله الا انت سبحانك ان كنت من الظالمين. بصوا اهم حاجه تنضفي كده وتبقي ايه ست نظيفه، اهم حاجه على فكره النظافه. بصوا بقى انا اهو اهو حطها في ال بصوا بقى عايزه اوريكم شكلها من قريب. بصوا لا احنا هنعمل التانيه، ايه رايكم نعمل التانيه؟ هجهز التانيه وارجع لكم وبعد كده اصوره لكم من قريب. بصوا دي التورتيه التانيه، هو اللهم بارك اللهم بارك بالف هنا وشفا، هي عامله ثلاث تورت تمام ليها ولحبايبها، ومدبساني انا في الوقفه الحلوه دي. بس يلا كل سنه وانتم طيبين. بصوا بقى الاختراع، انا عامله هنا واحده بني ساده، هنعمل اختراع واو، يعني افكار كده ايه مجنونه. بصوا دي بيضه تمام، والجزء بتاعها التاني هنا، بس عشان ايه الكاميرا والرخامه انا قاسمه نص البني هحطها على نص البيضه. فهمتوا؟ طبعا فاهميني، والله باينه تحفه. مش عايزه اقول لكم لما بعمل حاجه حلوه بتنجح معايا ببقى فرحانه قوي. ليه؟ عشان انا زي ما قلت لكم ماليش في الحلويات خالص، وبصراحه ماليش طولة بال ليها، بحس ان هي بتاخد وقت ومجهود يعني جبار. يعني بصراحه الحلويات عايزه حد يكون بيحب الموضوع ده قوي، بتحب الموضوع ده. مش عايزه اقول لكم الكريمه بقت حتى في في الحامل. هنعمل ايه بقى؟ نعمل ايه اهو، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. اذكري الله كده وانت بتعملي حاجتك عشان تطلع ايه فلتين اهو. يا جماعه تسمعوا صوت كحه بقى، صوت والعصافير والساعه، الساعه هتدق اهي، هسمعوا اصوات كتير اهو يا كمال. ما تيجي تقطع الكيكه، طبعا انا مش هينفع اقطع منها عشان دي مش بتاعتنا. كان نفسي اوريكم شكل البتاع دي من جوه بيبقى شكلها عامل ازاي، شكلها حلو قوي. اهو يلا اسرعي اسرعي، لان انتوا هتندموا ان انتوا فتحتوا الفيديو ده. قلتوا ايه ده طويل قوي، انا عايزه حبايبي اللي بيتفرجوا على الفيديو يشتركوا في القناه، مش بيتفرجوا خلاص شكرا، نوروني وشرفوني ودعموني يا عسلات. انا عمري ما طلبت من حد انه يشترك، بس انا ملاحظه لاني دي حريه، بس انا ملاحظه ان كل اللي بيتفرج عندي ما بيشتركش، كله من اليوتيوب بس ما فيش اشتراكات، ليه ما اعرفش. احنا قلنا ان انت ممكن تعمليها باي طريقه عشوائيه، مش لازم تسويها اهو، لان احنا هندريها اصلا بالشوكليت.
الحاجات اللي احنا بنعملها. بصوا انا حابه اعمل مع البنت دي ايه واجب كده، هجيب لها حاجه ايه افتكرتها عندي، هنزود ايه بيها التزيين عشان ايه نعمل بس اشكال ايه مختلفه. لا لا مش هصرف فيكم ولا في الفيديو اهو. جيب الحكه وارجع لكم. بصوا عندي بست الهند هنا اللي هي قطع بيسموها شطف، هنعمل بيها كده اهو. لو قلنا ان انا بعمل حاجات عشوائيه والله، لاني انا مش دقيقه في الحلويات، فايه اي شكل كده وايه يعني ايه نكسر بس ال اهو. يعني ايه انا مش مفكره اصلا في اشكال ولا افكار ولا الكلام ده كله خالص. لازم تعملي العمل الحلوه الرهيبه دي. بصوا بقى هنعمل ايه، هنجيب القمح بتاعنا احنا غسلناه، نحط فيه بقى في حته كريمه غسلناه من الكريمه البيضة، اهو انا حابه ان دي اعملها كلها بني، لاني بصراحه البني بتبقى في الطعم احلى. يعني انا مش عامله حتى ال مش عامله الابيض كتير. الساعة الان 7 صباح، مش عايزه اقول لكم انا بعمل التورته دي من الساعة كام اصلا، يعني مش متروش عليا مجنونة، بس انا عندي حاجات معينه كده لو ما عملتهاش بعد صلاه الفجر بحس ان انا مش هقدر اكمل، مش هقدر اعملها في نفس اليوم. يعني حتى جارتي دي اتاخرت عليا في حاجه وهي بتجيبها، قلت لها لو جبتيها الصبح والله ما هعملها، وفعلا ما كنتش هعرف اعملها. كلنا كده على فكره لما بيبقى لينا واو توقعتش ان هي تطلع حلوه كده. شجعوني يا جماعه عشان مش بليش في طرق اصلا. تمام. هنعمل ايه بقى، هنعمل ايه الشوكولاته دي، حط كميه بقى فاتيها كلها. اللي نزلت شي هتتاكل على فكره، مش هتقول لا، مش عايزين نعك بس الدنيا. على فكره الشوكولاته دي اصلا بعد شويه هتجمد، هي على فكره نزلت من مش مشكله والله شكلها حلو. ماكل كريمه. بصوا ربنا اختراع اهو، تصدقي كاني كنت قصدي تعمليها. بصوا بقى وانا بصور الفيديو معلش هو فصل، لاني كانت مساحة التليفون اتملت خالص، فانا الحمد لله انه فصل اصلا في نهاية الفيديو يعني، فانا شلت شوية صور عندي، وكان في فيديوهات كنت مصوراها ما كانتش نزلت، فعشان كده فصل معايا، فمعلش ما مش كده انا طولت عليكم قوي في الفيديو، فما فيش مشكلة. بس ده الشكل النهائي بتاع التلات طرات. انا ايه الساعة، بصوا لازم الساعة انسانة معانا في كل حاجة. ده الشكل النهائي بتاع التلات طرط، حاجة بسيطة وسهلة جدا، واي ست بيت ممكن تقدر تعمله. انا مروقاها صاحبتي دي، حاطة لها حاجات من عندي فرماسيل و عشان التصوير بس يا صاحبتي. يلا اشوفكم في فيديو اخر،
باي باي. معنى انا كنت اصلا رافضه ان احنا نحط فورماسيلا او اي حاجه، بس لما لقيت دي معموله بالشوكولاته ساده فكان شكلها مش ظريف بصراحه يعني، فقلت ايه ما اعمل شويه ديكوريشن. يلا باي باي.